أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية كينيا الشقيقة في وفاة 17 تلميذاً إثر اندلاع حريق في مسكن في إحدى المدارس. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر أكدت تضامنها الكامل مع الأشقاء في كينيا في هذا الظرف الدقيق. وتقدمت مصر حكومة وشعبا بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كينيا الشقيقة ولأسر الضحايا في هذا الحادث المأساوي.